السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على قبل مباراة النصر السعودي وهلال السعودي، وين الغول الأحمر يلاحق، يعني وين يلاحق العالمي. هذه وين غادي تكون يوم السبت، غادي تكون مباراة، يعني مباراة نهائي في القمة بين يعني قطبين كرة القدم السعودية في السنوات الأخيرة، خاصة في يعني عامين تالي هذه ولا ثلاثة، يعني وين زادت السمعة، زادت منا النصر ومنا الهلال، يعني زادت السمعة كريستيانو والنجوم اللي في الهلال، فاني السمعة زادت. وين تحمل مباراة النصر والهلال المرتقبة في نهائي كأس السوبر السعودي، والتي تعد الأولى مسابقة الموسم الجديد، هاجس مخيف لزملاء النجم البرتغالي، والذي طالما أحبط الزعيم جهودهم في المسابقات الموسم الماضي. وسيلتقي العملاقان العاصمين في ديربي رياض خلال قمة الجديدة في نهائي النسخة 11 من سوبر المحلي كأس الدرع، يعني وذلك بعد أن نجح النصر بفوزه على التعاون بهدفين لصفر يوم الأربعاء، يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، في التحاق بغريم الهلال المتغلب على الأهلي جدة بركلات الترجيح بأربعة لهدف بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بتعادل إيجابي. وستدور مباراة النصر والهلال يوم السبت المقبل موافق لتاريخ 17 أوت الجاري على الملعب بالمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، والتحديد على الساعة 7:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وستكون منقولة على باقة يعني قنوات السعودية. وسيسعى نجوم يعني المدرب البرتغالي لويس كاسترو لتخطي عقبة الغريمه الذي بات بمثابة عقدة مؤخرا، إذ سيكون نهائي هذا السبت هو الثالث بين القطبين لحساب كأس السوبر بعد نسختين 2015 و2020، واللتين حسمهما الزعيم بنتيجة هدف لصفر وثلاثة لصفر على الترتيب. لن نبالغ يعني قبل مباراة النصر والهلال ما الذي يرعب زملاء كريستيانو، لن نبالغ إذ وصفنا ما يعيشه النصر من تلقي بطاقات حمراء في جميع المسابقات منذ تولي البرتغالي كاسترو تدريبي بأنه بمثابة الغول الأحمر والذي يفتك بمساعي الفريق وجهوده في تحصيل أي بطاقة رغم ما يقدمه من مستويات مرموقة في غالب المباريات. مباراة النصر والهلال ستكون يعني موقع متجدد بين كبيرين الكرة السعودية، وفرضت استدعاء رقم مرعب يخوض يعني العالمي في حقبة السيد كاسترو، حيث ذكرت صحيفة الرياضية أن اللاعبين فريق الأصفر خاضوا 6 مسابقات حتى الآن، 5 من الموسم الماضي وواحدة في الموسم الجديد، وشهدت كل مسابقات منها طرد لعاب على الأقل، في حين كان المجموع بطاقات حمراء 9 حالات كاملة. وأثر الطرد الكرواتي مارسيلو يعني في مواجهة التعاون، بصح شوف اللعاب هذا أنا تفرجت ما قدرش مستويات، وما المستوى تاعو نزل يعني بالك يديروا لعاب في بلاصته خير منه بالك يعطي الإضافة، والله العظيم يعني. وين أثر الطرد الكرواتي في مواجهة التعاون الأخيرة للفريق لحساب النصف النهائي كأس سوبر السعودي، حديث مجددا عن ظاهرة يعني الغول الأحمر والذي بات يهدد مشوار الفريق في كل مسابقات ويساهم في عرقلة طموحاته لتحقيق الألقاب. وبالإضافة إلى الطرد هذا اللاعب قبل مباراة النصر والهلال في موسم الحالي، سبق لزملاء دون أن تعرضوا ل8 بطاقات حمراء في الموسم الماضي في مختلف المسابقات، كانت من نصيب كل من المدرب كاسترو ولاعبي عبد الإله العماري، كأس الملك سلمان للأندية العربية، وإميريك لابورت وعلي لاجامي وأيمن يحيى
دور أبطال آسيا، ودافيد وإديرسون كأس خادم الحرمين الشريفين، وكريستيانو نسخة العام الماضي من السوبر السعودي وأمام الهلال أيضا. وتمكن يعني وتكمل وتكمن مفارقة اللافتة في أن النجوم العالمي تعرضوا لكل حالات طرد في أدوار الحسم أو ما يعرف بخروج المغلوب، في حين لم ينالوا طيلة المنافسة دور الرشال السعودي بالموسم الماضي سوى بطاقة حمراء واحدة كانت من نصيب المدافع الإسباني لابورت، وهي المفارقة التي من تقلق كاسترو قبل مواجهة النصر والهلال في موعد نهائي السوبر المقبل. وبعيد عن مباراة النصر والهلال قادمة، فرض الزعيم هيمنته المطلقة على المنافسات المحلية الموسم الماضي، حيث تمكن من حصد اللقب الدور السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس سوبر أمام النصر، فقد احتل المركز الثاني في بطولة النصر في بطولتين أو الأوليتين، لتصبح رغبته كبيرة في تعويض هذا الموسم. والجديد بذلك أن الهلال هو من يحمل الرقم القياسي في مرات تتويج بكأس سوبر السعودي برصيد 4 ألقاب، فيما يأتي النصر الثاني في قائمة الأندية الأكثر فوز بكأس محلية برصيد لقبين. هما العام اللي فات ميلعبوا عليها بغاو يعادلوهم والآخرين يربحوهم، هذه هي. هما بهذه بغاو يعادلوهم. أولي حاجة كبيرة، بارتية شابة غادي تكون. ويشاهدنا كذلك وين المدرب يعني كاسترو يعني وين تكلم وأشاد البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر بأداء لاعبي فريقه خلال فوز بهدفين لصفر على التعاون مساء يوم الأربعاء ضمن منافسة الدور نصف النهائي. وقال كاسترو خلال مؤتمر صحفي بعد المباراة: لقد استحقنا تحقيق الفوز وقد تأهلنا إلى النهائي بفضل مجهود لاعبين، رغبتنا في بلوغ النهائي كانت كبيرة وقد قدمنا مباراة مميزة أمام فريق جيد. جمهور أيضا أظهر إخلاص للنادي حيث سند الفريق رغم صعوبات الطقس. الحمد لله حققنا الفوز ليعود المشجعين إلى منازلهم سعداء. وسؤال يعني وبسؤال من مراسل بخصوص مباراة النهائية ضد الهلال، قال كاسترو إنه يعرف طريقة اللعب منافس جيدة خاصة فيما يتعلق بقوة الهجومية وإجبار الخصم على الدفاع بخط خلفي مفتوح. وأشار لوكاس كاسترو إلى أنه فريقه سيعمل جاهدا على تحقيق الفوز بالنهائي والتتويج باللقب، يعني مبرز سعادته بقدرة النصر على بلوغ يعني المواجهات النهائية بصفة مستمرة خلال الموسم الماضي وأيضا مع بداية الموسم الجديد. من جانبه قال الحارس المرمى الجديد للنصر البرازيلي بينيتو في تصريحات للشبكة السعودية: هي بداية جيدة للموسم، أنا سعيد ويجب أن نستمر في العمل التحضيري للمباراة القادمة ضد الهلال. وأضاف بينيتو الذي انضم إلى النصر خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية: أستهدف تتويج بكل شيء ممكن مع النصر يعني وأن أستقبل أقل عدد ممكن من الأهداف. وبسؤال عن مباراة النهائية ضد الهلال أجاب بينيتو: نحن واثقون في أنفسنا وعملنا وسنؤدي بصورة وعملنا وعلينا وإن عملنا سنؤدي بصورة جيدة باللقاء النهائي. أي لوميير كي قال هاي واو يعني وين هي ضربك الهيمنة وين فارضها الهلال على بالك، هيمنة كبيرة فارضها الهلال عندك ما تهدر. الهلال هو اللي فارض الهيمنة كبيرة، عندك ما تهدر يعني حاجة مع الله. هذه هي المهم، حنايا كما يقول لك نهار السبت فرجوا مباراة كبيرة فرجوها، وعاد قال لنا كاين فيها محرز نتفرج. لا أنا نبغي كرة قدم بلا محرز، وغدوا يروح محرز ما نتفرجوش، محرز يدي شكارة ويروح ويحبس شوبي ما يتفرج كرة قدم نتفرجوا، محرز ما محرز نتفرج أنايا، على مي ما كاش كاين محرز ما أنا ما كنتش نتفرج ولا كيف؟ مالكم؟ تحية البطولة السعودية فاني نتفرج البطولة السعودية عادي نورمال خويا ونفرح وكلش.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.